يا مساء الفل، عاملين ايه؟ وحشتوني. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير. بصوا بقى، هتقولي لي بقالك كتير مش منزلي فيديوهات وبتفتحي تيك توك وعملتي القناة وسبتيها زي ما بيجيلي تعليقات كده هناك في التيك توك. اول حاجة انتوا وحشتوني، متنسوش تعملوا لايك. بصوا انا مش بنزل فيديوهات، اقول لكم ليه؟ علشان انا بنزل الفيديو معلهوش تفاعل، وفي نفس الوقت يعني انا ما بقبضش من القناة غير كل شهرين ثلاثة، زي واحد مثلا بيروح يشتغل في مكان حاسس ان الشغلانه ديت مش مجازيه معاه، فبيكبر دماغه منها بيشوف حاجه افضل ليه. تمام، واليوتيوب ده بالنسبه لي شغل، فانا بقيت بفتحه كده. وفي نفس الوقت يعني في فيديوهات كتير قوي حذفتها، وفي فيديوهات كتير قوي شلتها. في فيديو كان عندي معدي المليون وي وال400 الف والربع مليون، فيديوهات كتير قوي لان ما بقاش بينزل ارباح، ما فيش مشاهدات. فبقيت اعمل ايه؟ فبقيت اكبر دماغي، اللي هو ايه، عارفين ان انتوا الفيديوهات بقيت بمسحها، ما نزلش فيديوهات. هيجي عليا وقت والقناه دي مش تكون موجوده لاني خلاص زهقت منها. عارفين انتوا اللي انتوا حاجه معاكم مش مجازيه معاكم في نفس الوقت على الفاضي. فالناس كانت بتفتكر بقى ان اليوتيوب ده بقى ايه، يا ما هنا يا ما هناك، اللي هو جايب لك اللي ما تجابش يعني. فكبرت دماغي منه، وفي نفس الوقت يعني رجعت قلت هعمل اللي عليا للاخر، وهرجع ايه انزل فيديوهات وكده. وطبعا بشكر الناس اللي من القناه هنا، على راسي الناس اللي جت من القناه ودعمتني في التيك توك هناك على راسي من فوق، والناس اللي بتدعمني برضو هنا على القناه برضو على راسي من فوق. انا عارفه زي ما في ناس بتفهم البني ادم غلط وبتشوف ان هو حد مش حلو، في ناس كتيره جدا يعني ربنا يبارك لها بصحتها وفي عيالها، ان هم كانوا كويسين ووقفوا جنبي في حاجات كتير. بصوا بقى هعمل ايه النهارده، بصوا بقى هعمل النهارده بطاطس، هعمل بطاطس وهعمل كبده جنبها، وكنت جايبه لهم ايس كريم اعمله لهم وجيلي، بس شكلي كده هكبر دماغي مش هعملهم لاني مش هيسقع دلوقتي. كنت مقطعه فلفل فانا وضحت الصوره، يعني يا رب الناس، ما في ناس انا عارفه بتزعل مني، ان انا عارفه ان هي كانت بتعزني. بصوا بقى بلعت على الزيت، دي كلاوي انا مقطعاها، مقطعه كبده، مقطعه الاتنين على بعض. والكبده ما بتتقفلش، عشان في ناس بتغسل الكبده او ما بغسلهاش، لو غسلتها تبقى ريحتها في مرتين زفره، وانا لو شميت الاكل ريحه زفره مش هاكله. بصوا بقى انا هوطي عليها وهعمل ايه، تعالوا بقى اوريكم. بصوا الايس كريم ده، بصوا بقى كنت مش عايزه اعمله بس هعمله وريح دماغي. عشان هما يفضلوا بقى يزنوا وانا اريح دماغي واعمله لهم. الايس كريم اللي بيجيبه من الشارع مش حلو، واي حاجه بتاعت دريم انا بحبها، بحس طعمها بيبقى جميل. بس هنجيب ميه الاول ساقعه. ايه انت عملتيه في وشك ده؟ بصوا بقى انا كنت فاكره ان انا عندي لبن، تمام، فما لقيتش عندي لبن فهحط ميه. هو عادي يعني اي حاجه اللي عندي ميه، او ميه او لبن عادي، بس انا ما عنديش لبن. هعمل لي هقلبه شويه. المفروض بحطه في الكوبايات في الفريزر، انا اول مره اصلا اعمله في البيت عامه، يعني عملته مره زمان ونسيت بيتعمل ازاي، بس هو انا عارفه ايه، تحط له ميه يا لبن. يلا بقى يا ماما، يلا بقى يا ماما، لبن كلها. والكبده مولعه عليها اهي، ايه حلوه بتتحرق.
لا مش هتتحرق مش هتتحرق. هات مرايا ماما خلاص اتجننتني. يعني الكيس جابه كام؟ جابه 25، ما عملش غير الثلاثه دول. يعني هي عارفه ماما تقولي هتعملي حاجه في البيت تبقى نظيفه، هي اللي طبعا الكبده بتاعتنا اللي هتتحرق دي نسيناها والله، كانت هتتحرق فتره حلوه يا حش. كان كنت شغال حاجه دلوقتي اعملها سهله كده زي الكبده جوه حر. بصوا بقى الهوم بتاع امي دوت اللي بعمل فيه الثوم، وعايزين نحط حته زيت كمان جنب تحت شويه صغيرين. بصوا بقى الكبده والكلاوي دي عايزه شويه طحينه وعايزه شويه فينو وشويه زيتون كده وشويه يا كاروتي يا كاروتي. مش هحط لها بقى ولا بهارات ولا احط لها اي حاجه، ملح وفلفل بس. يا رب تتعمل اهي قبل ما البطاطس تتعمل في الاير فراير تكون هي اتعملت. الطاسة دي بقى لها 11 سنة معايا بعمل فيها، مش هين عليا ارميها. جبت طاسات كتير مش هين عليا ارميها. بصوا بقى عايزه اقول لكم دي ندمنه اللي ما اشتريتهاش من زمان. دي بس اهم شيء تقطعوا بطاطس رفيعه كده عشان تطلع معاكم قرمشه عادي، لو عايزين تسيبوها تاني بتسيبوها. بس هي القلايه اصلا متوسخه، القلايه اصلا متوسخه وعايزه تتغسل. بصوا بصوا عملت البطاطس، عملت الكبده الجميله دي اللي بعملها، واعصر عليها كده ايه نص ليمونه.